بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله نا بناني نتر لغرن دي لينا أبو لهب ديني أخوينا دي ورهبون القرهن أبو لهب سني أخوينا ورهبيتين نا سورة قمر رديبهم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما كسب وما ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمات الحطب في ديدها حبل مسد تبت يدا أبي لهب نا سورة نين القمر رديبهم لخوا لاغش قانو ورهبيتين ورهب رقتين وكانت زوجته هذه أبو لهب قوي وهي أم جميل اسمها أم جميل ستي أم جميل أروى بنت حرب نا أم جميل نركونيتجن نخرجن جميل نريها أروى بنت حرب ستي أيضا عدوة لدودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدو رقتي عدو لدود ناخوينا نيني ودعوتي الرسول صلى الله عليه وسلم در دعوتني خضر فكانت تأتي بالأغصان وفيها الشوك قشن أقشون سناتك أدريك نعس عليك لقيتي إن إكك ما هم بودي بهم إن كان إكك ما وسوق ألديك قشن قرأت عليك كله شرع عليك كله نعس لقيتي نا أروى بنت حرب أم جميل زوجة أبو لهب عليها ما تستحق فتطرحها يعني ما التي لنا هبري فتطرحها في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل انقوق النبي صلى الله عليه وسلم فرح بانقوقني وان طريقني يخد قواريقن لاقش مبوقن انك كمسي انك عقشون سشار عليك ان كان سنعص عليك انقوقني يخل اني يدرب لي ماردول ارقتي النبي صلى الله عليه وسلم انت سانك ان كان سير ارق انك كمسير ارق نحقات نوة كوسي قارق من هبري نيقوق لي ناس مال درقتي بالليل حتى يعقروا هو أصحابه فيعني فرقنينغر في قنينغر حركت قنينغر ورأى زي سيدنور متان نهبر رجل رجلنا أبو لهب وسمعت بنزول تبت يدا أبي لهب فجاءت وفي يدها فهر أي ملء الكف من الحجارة وهي تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جالس مع أبي بكر عند الكعبة فأخذ الله ببصرها فلم تكن ترى إلا أبا بكر فقالت أين صاحبك قد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاهو لضربت بهذا الفهر فاهو أما والله إني لشاعرة ثم قالت نحن نشعر نري روسي واسقني عندك جان نقاب نيس نقاب تاميتو النقاب الله سبحانه وتعالى أكدوا إن النبي صلى الله عليه وسلم معجزة جاره أكد حقوق أكد منك الله سبحانه وتعالى أي دخل أكد أكسنا زيادة قالنا لأخوة إن موقف نيس قاله نا أبو الهابقي نسورة نين قام رسانك الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب تنسورة نين انت رسانك إن عذاب سير قود إن إنقاع سير طلقوك إن إنقاع سباريس قلهم دقر سي قلهم ما دقر سنوك إنقاع لينا النبي صلى الله عليه وسلم دقر لهم يقول لهم ني قرسي دقرنا قلهم نرياك كم سأدر القتي كان سأدر قلعق شون سأدر يقير قود درف لقام دور لهم القتي الناس ورديني واترسانك إن عذابنا أو نأذيتنا وصنا وصد الله سبحانه وتعالى نهابا قمده قلهم نين نوية وقن تبت يدا أبي لهب تب ما أغنى عنه ما كسب أموال ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في ديدها حبل المسد نين إن شو سدنا وقن إنك أنا ونسنا وقن الله خنا وصنا وقن عذابنا وصنا وقن مقلنا وصنا نين نوية وقن الله سبحانه وتعالى الناس ورسكم سنك نين تواترسانك نري فرد مكر قتري نكر نصي جامعيرو فرت الرسول صلى الله عليه وسلم مال طوله ما النبي صلى الله عليه وسلم كعبت لرقون دار حرام لي نيد أبو بكر دي جماعتني وكافين أقنق نيل أنت تجرب لولو نكرنقد مال طوله نكرنقد عام بطوله وريق النقاب النبي يوقن لهم يرو نهابرا انت رقتي
الله سبحانه وتعالى ان الحرس عمس يغلب بصر بصر نوسع عم قام دخل دي بالله سبحانه وتعالى النبي تام بغرين ما قال دلله كشر وانوس ابو بكر تي قالت وتم بكون كنت عليك اين صاحبك النبي صلى الله عليه وسلم هم بقواس كلهم قال كلهم نريق قال الله جار عم قام دخل دي عرب النار اودي با وقال لنا الرسول تكا قالتي والله لو وجدته لضربته بهذا الفخر نكر ند نا نشعر نحي نكر عن جمع عن بو نادك نكر نت عم بريد نكر نت عم بريد اما والله اني لا شاعرة والله عن شعر شاخن قابر شاخن هو يخرج سنقن معشور يخرج سنقن عن انسان قريب اخرقن قاب سي اخيري للتكبير لهم اخيري لي سلالتنا عقسية لهم جخية قرسكن قاب اخون يرو نابري فاخر سردقتي ما نسبت دريتين مذمم عسينا وامره ابينا ودينه قلينا يتن كتنين ورياتين كتن مذمم عسينا وامره ابينا ودينه قلينا ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك فقال ما تراني لقد أخذ الله بصرها أبو بكر يقول يا رسول الله قال دوك قال ما نري قال لمك لا لا يقول الله سبحانه وتعالى بصرنا رخصة يقول قال عليهم كله ما فردي وكان مما تؤذي به قريش أنهم كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما بدل محمدا وعلى واخطر يكون ازيد مقره النار اسم محمد قن مذمم يونون لقنه نهدك النبي صلى الله عليه وسلم دين يقول سبته نهدك صحابة رضوان الله عليهم دين سبته مذمما بدل مذمم بدل محمدا مذمما يا نار بدل محمدا مذمما وكان ما تؤذي به قريش أنهم كانوا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما بدل محمدا يشتمونه بذلك ويسبون ولكن صرف الله ذلك عنهم حيث أنهم كانوا يشتمون مذمما وهو محمدا صلى الله عليه وسلم نجخذون القرنص من يسق يردنوا حسبنا الله ونعم الوكيل وكان الأخنس بن الشريق الثقفي أيضا ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم نينر نا الأخنس استغفر النبي صلى الله عليه وسلم أزيول الجوبا وأما أبو جهل فكأنه كان قد تحمل إبع الصد عن سبيل الله أبو جهل جوسي إن طريق لله رب العالمين يقصي أبدرو دوسيرو نعقصي نين نيتك دعم رجاه نيلك إشراف أسرجاه نيلك تراخ برجاه إنسان كان حسبنا الله ونعم الوكيل وقد كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أزيول مرة ضرر رجوه وينهاه عن الصلاة صلى يقول رجوه يفخر ويختال بما يفعل نا نأسود نا ما ضرت نا أزيت نأسود مرة تفاخر سرقوه يعني خيلاء كده نفيقت عجب دول رجوه قرول تور رجوه نا أزيت نأسود حتى شدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعده في يوم رآه يصلي فانتهره ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه بخناقه وهزه وقال أولى لك فأولى الله سبحانه وتعالى يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فقال أتوعدني يا محمد والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا وإني لأعز من مشى بين جبليها مكة نيقاس طبعا نقيت بولنا كانت مغال أنقن أعز إنسان نما أنت قتلف أخر يسانك إلاني أنت وعدرك ما ينكرون هددرك ما ينكرون أن كل درجو إيطالي كجار لدرجو إيطالي لا تطرح خبلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك فأولى هم بيك إرجيك إرجيك إن لا إله إلا الله نكلم التوحيد نركيدتيك يقول أرجو
وقال لرفقته يوما أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أيديكم تجابل ما سليسكم سليس جلقوا النبي صلى الله عليه وسلم سناتد من عمقوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم فقال واللات والعزى يعني نان سليس جلك الأخنا مباشرة نا منافقين نان هبنوا نعلمانين نان هبنوا سليس جلنيك لكن يا أخي نيتك ما الدين إذا نكوننا نيتك ما خلاوي نيتك ما مساجد مساجد سير دوسك خلاوي سير دوسك معاهد سير دوسك علم سير دوسك خير سير دوسك ما نور أكان فرا نيس فرا نيس فرا نيس فرا يك ديقو 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 خلاص أن علم سقور دمبي دين غير دمبي يي قرآن غير دمبي يي لقطة غير دمبي يي نسب يي شرف يي عزة غير دمبي ولا جرب زاو مين يكون دين زباريش دكان يكون سليس رسمي أنت سليس يأخذيك إن كقرآن أخسي مركز تحفيز خلوسي مسجد جامع سيما حسي دوس أخدي أستاذ عذب أخدي عالم سعد عذب أخدي عالم سعد أخدي ناس تب سأخدي ناس جايس أخدي ناس مقرأ أخدي أورا نجن لا أقول أما يقول لهم قوي وقال لرفقته يوما يعفر محمد وجهه بين أيديكم قالوا نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته والله يقول لنا سليس انت جابر ما انتم وانت دونه ما انت قشر ما سليس اوانو قول قشني وزبتي لتراه نابا قول له قال لنا لا قول عن سليس والله ان قرقمان يخلي دادية اللي قنيو نين ابو جهل قن عليهم من الله ما يستحق ولا عفرن وجهه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطع رقبته فما فاجأهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا الله أكبر الله أكبر قال أن عزس قال أن تمكينس قال أن نصرسي قال أن تأييدسي إني أدرى إن سبطق أن تدخل أن حقل سبطق الله سبحانه وتعالى أحلك الظروف أصعب المواقف الوانونسك أيدك الله وتلد الله سبحانه وتعالى أبو جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم كعبت له قال أن عن سليس قال أن أنت يقبر قمس دادية قلنا لك يخد يقول له محل أرقوخ قسم إسا أرقوخ أنت سنك دادرو اللي قرأت لنا حق أخنا رندرنا جابرار دنبيرا الدو مأوي أخني نانا دن اللي وصيناتك حرق سلا قرأت لنا حرق سلا قرأت لنا ورا آخر خون يا أبا الحكم أبو حكم يسرقون يمكن يتنيه وكن ما لك يا أبا الحكم ورا آخر خون ورا حصل خون ديك ورا جري خون ديبك وعدروا نرق لما ورا حصل خون ديبك ينقل له هيا يقول لهم كوخ والله بيني وبينه خندق إذن يدير ما نقول خندق نساتر ندفع نحن فلسا نا معارك متان نا حرب متان يعني توانا خدي بأمة نا في خد جوانا عن فرصة ما خندق خنادق مش مكدفعات مش حنبني نك سنة كلهم نيسانك خندق أم بق يدين يدير ما نقول عن فرصة ما سواتر ما لخهر قال أكون مو لخام بق ديبو كده أجن حتر قال أكون دنبر قال أكون كون دنبر ناخر نبر دوير نبر دنبر قال أكون كون لخهر قال أكون كون حفرتر حنفل سنبخ يدين يدير ما نقول لنا خندق نحيات ناس قالوا كون كون يخلهم نين أبو جهل قن وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة السيئة كلهم كونان والله لو دنا بس تكون أخمية أكن لاختطفته الملائكة عضوا عضوا والله الملائكة قد عاد قد أتود العلد قلت عدو عدو مثلاً ننات أعضاء كان على الأعضاء كان نقول أعضاء كان أبلان قانيو أعضاء جسم الإنسان نيو كنا نركب سما قلنا إنسان مش قلا 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 بق أخور رمبق ونقوم باربق نين ناوك جملة لاقش أعضاء يستدل أخو عضو قن ما لا خل أخد نعضاء نيوسي إنني قرب لهم بوسي إنني في خص نيتك لا خل أخو صحبت دول الملائكة شهر لقن يوخ النبي صلى الله عليه وسلم صحابسي ما إنن واسنوغن بنان تردريتل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.